قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة: حوار الأزرق والأصفر برعاية الأخضر. وما خفي في مطار بيروت أعظم. السمك محطوط مع اللحمة، واللحمة محطوطة مع الدواء، والدواء محطوط مع النفايات، والنفايات مع اللحمة. أي بلد هذا اللي نحن عايشين فيه؟ كبسة على المرفأ والجمارك. حنسمع شيء كتير كبير بالجمارك بالإضافة لإدارات تانية. هيك صار مع المياومين. نحن هالأزمة ما رح تنحل إلا بتثبيتنا بملاك مؤسسة كهرباء لبنان. ممنوع دخول بيت لحم. بطل يا جيش الإرهاب. وفي النشرة: قوى الأمن توقف بابا نويل. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل. بكم. سيروا وعينتينة نبيه بري ترعاكم، فبين جدران القصر الثاني المغلقة بدأ الميني حوار ومنعت عيون الصحافة من الاقتراب، حيث وجد الصحفيون أنفسهم على قارعة طريق بعيدة من موقع التحاور مئات الأمتار. حوار من القطع الوسط سكر الطرق والأبواب وشرع في أول تواصل بين المستقبل وحزب الله، مذ قررت قوى الثامن من آذار خلع الرئيس سعد الحريري عام 2011، وعينت له ساعة دخوله البيت الأبيض موعدا لنهاية الخدمة. كانت المحكمة الدولية سببا للنزاع، لكن النزاعات تراكمت على مدى 3 سنوات، بينها دخول الحزب سوريا وفراغ الرئاسة وقانون الانتخاب والسلاح، إضافة إلى المحكمة التي أهملت القضية الأم وانصرفت عن رفيق الحريري بملاحقة الإعلام. والروح الدولية الإقليمية تحوم حول الحوار، وقبل أن يتحلق المتحاورون حول طاولة عين التينة جلس خلفها السفير الأمريكي ديفيد هيل، بعدما ساعدته زحمة السير في بيروت على التجوال بين عين التين والرابي ومعراب واليرزي، محتكما إلى الدستور اللبناني ومرشدا روحيا لأهمية انتخاب الرئيس بشكل عاجل. ولإيران حصتها في الوصاية التي أودعها أو في الوصية التي أودعها رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في بيروت، مجتمعا قبل مغادرته إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. اليوم يتحاور المستقبل وحزب الله على مصالحهما من دون أن يكون للرأي العام أي منفعة فيما يقررونه ويفرضونه، وهم على المصلحة العليا يصبحون أصدقاء، ونراهم قد اتفقوا فجأة على التمديد قبل أن يتخاصموا في قضايا أخرى، والرأي العام المسكين لا يحصد إلا خراب هؤلاء ومنافع أزلامهم التي تتكشف يوما تلو آخر، وبينها جبل الفساد في المرفق والمرفأ، في المطار والجمارك، مزبلة في مطار رفيق الحريري، ومغارة في مرفأ بيروت. وزير الصحة وائل أبو فاعور رفع القناع في الملاحة الجوية، ووزير المال علي حسن خليل نفذ غارة على الملاحة البحرية، لكن عليا لم يضبط علي بابا بعد، أو ربما يكون قاب جمارك أو أدنى بعدما كون ملفا عن الأربعين حرامي. ولم يعد أمام وزير المال سوى المنادات بعبارة افتح يا سمسم. وربطا بالفتح، مفاجأة من أهالي العسكريين المخطوفين أعلنت قبل قليل بعد لقاء وفد منهم الرئيس تمام سلام، إذ قرر الأهالي إعادة فتح طريق رياض الصلح وفضل اعتصام كعيدية للبنانيين، وهم قرروا اتباع سياسة الصمت التي نصحهم بها نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. ويبدو أن لدى قاسم والحزب حلا جديدا يخرج عن لعبة الوسطاء
لكنه لم ينضج بعد، وهو بقي طي الكتمان لارتباطه بسوريا. نبدأ النشرة من ساحة رياض الصلح وإعلان الأهالي العسكريين أو أهالي العسكريين المخطوفين عن فك الاعتصام. التفاصيل مباشرة مع الزميلة نوال بري. نوال، أهلا بك، تفضل الهواء لك. نعم داليا، لربما كان هناك نوع من اللغط منذ بعض الوقت عن معلومات بإزالة خيام الاعتصام هنا في رياض الصلح. ما حدث هو أنه بعد اجتماع الأهالي بالرئيس تمام سلام كان هناك نوع يعني من الإيجابية يبدو، وبالتالي قرروا كبادرة حسن نية فقط بفتح الطريق وإزالة السواتر الموجودة هنا على طريق رياض الصلح، ولكن أبقوا على خيام الاعتصام موجودة، هم لن يتركوا الخيام ولكن فقط فتحوا الطريق لخمسة أيام يعني كعيدية كما اعتبروها للبنانيين. داليا، نحن حاولنا معرفة ما جرى في هذا الاجتماع، ولكن يبدو أن الأهالي قرروا اليوم ألا يصرحوا. يبدو أن اجتماعهم مع الرئيس تمام سلام ربما تركز على نقطة الحديث التصاريح الإعلامية الزائدة من الأهالي، لربما لأنهم قرروا اليوم عدم التصريح وقالوا فقط اليوم حسين ما عم تحكوا، ما عم تقبلوا تصرحوا في قرار. تفضل. معلش أنا هلأ من لحظة كنت عم بسمع المذيعة عنكم شو عم تحكي. بتمنى صححنا انه لا كان في غلط انه قالوا انتم نزلتوا الخيام، رجعنا قلنا انه ما نزلت الخيام. من ثواني كانت عم تحكي، ومعلش بتمنى من الجديد وغير الجديد يتعاطوا بملف العسكريين بشفافيه وبوضوح. كان في غلط، كان في لغط انه انفكت الخيام. اول شيء قلنا انه ما انفكت الخيام حسين، هيدا اللي طلعنا قلناه. انا اللي بدي اقوله برجع يعني باكد علي، نحن ما فكينا اعتصام، قلنا هذا الشيء. هدينا هديه بمناسبه الاعياد لرئيس الحكومه وللشعب اللبناني كله سوا، فتحنا الطريق وبس. اعتصامنا لازم قائم. بدي اقول لكم شغله، ما صار نتكتم على كل شيء. نحن ما انه تتكتموا، بالعكس نحن كاعلام كنا دائما نقول انه اسمحي بس، في الشيخ عمر حيدر هو مكلفين ويحكي نحن باسم الاهالي بس. نعم نعم شكرا. اذا داليا يعني هذه هي الاجواء. الاهالي بداوا، القوى الامنيه بدات بالعمل على فتح الطرقات. اللواء محمد خير يشارك الان يعني المراقبه في هذا الاطار على ان تفتح بشكل كامل بعد قليل. على كل حال نوال، ما زال الاهالي عم بيسمعونا، لازم يعرفوا انه نحن يعني الاعلام بالمجمل واكيد نحن واقفين معهم وعم نساندهم بكل شيء عم بيقوموا فيه، ونحن انت موجوده تحت لحتى نستوضح هيدي المعلومه، مش نحن عم ناكدها. على كل حال شكرا للزميله نوال بري التي كانت معنا مباشره من ساحه رياض الصلح. وكان وفد من أهل العسكريين قد التقى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قبل ان يتوجهوا الى بكركي للقاء البطريرك الراعي. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بعد لقائه أهالي العسكريين المخطوفين على ضرورة أن تكون قضية العسكريين دائما في الموقع الأول، مشددا على توحيد قناة التواصل. نحن نحمل مجلس الوزراء ونحن جزء منه مسؤولية كاملة للإفراج عن المخطوفين، ولستم أنتم المعنيون ب القيام بالتفاوض أو بالقيام بأي عمل له علاقة بخطوات الإفراج عنهم. ونحن نعدكم كحزب الله أن نبذل أقصى جهد ممكن من داخل مجلس الوزراء، وإذا طلب منا أو ارتأينا قدرة معينة للمساهمة من دون أن نعلمكم بها سنقوم بها كما قمنا بما يناسب في كل حالات مشابهة. ودعا قاسم إلى إخراج ملف التفاوض من الإعلام لأنه يؤدي خدمة إلى الخاطفين، داعيا إلى الالتفات للابتزاز الذي يمارسه الخاطفون عبر السقف المرتفع للمطالب العشوائية. نحن ندعو إلى إخراج ملف التفاوض من الإعلام، ونتمنى عليكم وعلى الذين يعرضون خدماتهم أن يخرجوا من مسألة البازار الإعلامي أو البازار السياسي، لأن التفاوض عبر وسائل الإعلام يؤدي خدمة للخاطفين ولا يفرج عن المخطوفين. وإلى بكركي توجه وفد الأهالي حيث كان لقاء مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي أكد باسم الكنيسة والبابا فرانسيس تضامنهم مع قضيتهم.
بس نحن بقى نطلب من الحكومة تأخذ الأمور، ما عندي شك، ما عندي شك، ولكن بمزيد من الجدية، بمزيد من المسؤولية، وينحط أولا قيمة المخطوف أيا يكون، وبخاصة أنه عسكري هو قيمته لا تضاحي أي شيء. لذلك نترك لحكمتهم ولجديتهم حسم موضوع المقايضة حتى يرجعوا هالشباب إلى صفوفهم ويرجعوا إلى أهلهم. كما وجه الراعي نداء إلى تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة للإفراج عن العسكريين. الأهالي عادوا إلى ساحة رياض الصلح حيث الاعتصام الدائم، مستمدين جرعة من الإيجابية. بعدما كنا لوحنا بالتصعيد وبعد حصولنا على تطمينات إيجابية، ها نحن اليوم لقد أجلنا وليس ألغينا التصعيد لنرى الأيام المقبلة ماذا تحمل لنا. وقد أكد الأهالي أنه مع تدخل أي جهة قد تساعد في فتح أبواب المفاوضات. انطلاق الجولة الأولى من الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل في عين التينة ومن محيطها معنا مباشرة الزميل جاد غصن وأجواء الحوار. جاد مساء الخير، هل تمكنت من الحصول على أي معلومة فيما يتعلق بهذا الحوار، وخصوصا وأننا ذكرنا في مقدمة هذه النشرة بأن هناك مسافة تبعدكم عن محيط عين التينة؟ تفضل. داليا، لا معلومات مباشرة عن اللقاء ومجريات هذا اللقاء الأول المباشر بين حزب الله وطبعا تيار المستقبل في عين التينة للكتمان الذي يحيط بهذا اللقاء والذي يحرص عليه طبعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي من خلاله يقول أنه لقضاء حوائجكم عليكم إحاطتها بالكتمان، وهذا الأمر هو من أسرار نجاح حوار كهذا الحوار الذي يقوم به تيار المستقبل الآن وحزب الله في عين التينة. ولكن في المعلومات المرافقة لهذا الحوار كان هناك تشديد على ذكر دور الرئيس بري بالوساطة لجمع الطرفين، وأيضا دور النائب وليد جملاط الذي أيضا أشاد به الطرفان وبدوره للوصول إلى هذه النقطة من الحوار. هذه النقطة طبعا هي النقطة المنتظرة منذ تشكيل هذه الحكومة التي جمعت بين حزب الله والمستقبل على طاولة واحدة، والكتمان الذي يرافق هذه الجلسات كما علمنا من مصادر مقربة من الأجواء التي حضرت إلى هذه اللقاءات أن هناك حرص من الطرفين على عدم الدخول في أي كلام إعلامي في شأنها لامتصاص التعبئة الجماهيرية التي عبئ بها جمهور الطرفين، والذين لا يستطيعان الآن تحمل كافة مندرجات هذا الحوار الذي يمكن أيضا أن يطول، ولذلك لا يجب تعليق أيضا الأمال عليه، وبذلك إبعاده عن الإعلام يكون له أيضا دور بعدم وجود أي ضغط سياسي على هذا الحوار وأي ترقب. كان هناك أيضا من الأجواء المرافقة داليا إلى لهذا الحوار تطمين شدد عليه أيضا الطرفان المتحاوران للأطراف التي هي ليست على طاولة الحوار، وبذلك نعني كل الأحزاب غير الموجودة، وبشكل أوضح الطائف المسيحية تحديدا والدرزية غير الموجودة على طاولة الحوار، بأن هذا اللقاء هذا الحوار ليس حوارا سنيا شيعيا، هو حوار بين طرفين سياسيين لهم خلافاتهما السياسية، ولن ينعكس بأي من خلاصاته على بقية الأطراف، لأن الأمور الوطنية تحتاج لحوار شامل مع هؤلاء الأطراف. هذا أبرز الأجواء المحيطة. أما في الأجواء السياسية التي رافقت هذا الحوار وانطلاقه كانت المواقف جدا مؤيدة ومشجعة، وآخرها جاء من رئيس المجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي الذي غرد على تويتر مشيدا بهذا الحوار ومؤكدا أن نتائجه لا يمكن إلا أن تكون إيجابية. الأوساط أيضا المتابعة لهذا الحوار أكدت أن مجرد انعقاد حوار كهذا يعني أن هناك مؤشرات جيدة لعلاقة الطرفين الخارجية والأمور التي يعنيها هذا اللقاء والتقارب بين الطرفين على صعيد الحوار الإقليمي. طبعا كلها انطباعات، المعلومات المباشرة من داخل اللقاء كما ذكرتم في المقدمة ليست متوافرة حتى الساعة بسبب التكتم الكبير حول هذا اللقاء. نعم داليا، شكرا للزميل جاد غصن.
قبيل مغادرته لبنان التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني وزير الدفاع سمير مقبل، وجدد لاريجاني دعم بلاده للجيش اللبناني في مواجهة الإرهاب واستعدادها لتزويده الأسلحة والعتاد التي يحتاج إليها من دون مقابل ومن دون أي شروط. وزار لاريجاني والوفد المرافق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتناول معه التطورات السياسية في المنطقة عموما وفي لبنان خصوصا. مغارة علي بابا تحت أعين الوزير علي حسن خليل. في جولة مفاجئة وبعيدة من الإعلام، نزل وزير المال علي حسن خليل إلى مرفأ بيروت والجمارك، حيث جال طوال ساعات على عدد من العنابر. جولة خليل أتت بعد معطيات وصلت إليه تؤكد تلاعبا داخل بعض العنابر، وبحسب ما أكد للجديد أنه كان من الضروري المعاينة مباشرة لتأكيد المعطيات. يعني أنا كنت بتمنى أنه هذا الموضوع ما نعلن عنه هلأ، بس هو جزء من تكوين ملفنا عن وضع المرفأ ووضع الجمارك بشكل عام. أنا لاحظت بطريقة ما أنه في تحرك أنا مش مرتاح له، كنت مضطر عايم بطريقة بشكل مباشر هذا الأمر. بعتقد اليوم صرت مشكل صورة أوسع عن الأمر اللي كنا عم بنتابع، يلي هو أنه البعض بيقول أنه كان في مسار أخضر والأحمر وغيره بيقول في 95%. يعني هذه وحدة من الأمور اللي عم نحاول نسلط الضوء عليها، بالإضافة لقضايا تانية مرتبطة بطريقة الكشف، آلياتها، بعض التمرئات اللي ممكن تكون عم بتصير، خاصة ما يتعلق بسلامة كمان وصحة الناس. بيّن شيء اليوم خاصة بهذا الملف، يعني هذا الأمر عم نستكمله. يعني هلأ ما بدي أحكي عن نتائج، كنت بتمنى جديا أنه يكون خارج الإعلام، لكن للأسف القصة مكشوفة كتير، يعني هذا بلدنا. بس مع الوزير يعني اليوم لقيته أشياء، يعني اليوم شو بيّن مع كل يوم حيكون في عنا شيء جديد كل يوم. يعني مثلا وزير الصحة عم يروح عم ينصدم من شوفات، اليوم انت انصدمت من شوفات داخل المرفأ؟ انا عم بشتغل بطريقة وبأسلوب عم كون فيه ملف بهدوء، لكن بالتأكيد هذا الملف بده يصيب بالطريقة الصح ان شاء الله. هيكون في محاسبة؟ مثل ما بلشنا بمحل التانية، اليوم كان في عنا اعطاء اذن بملاحقة امين سجل جزائيا، اليوم كان في عنا 3 دعاوى جداد بموضوع مشاعات أضيفوا إلى ما يقارب 40 دعوة، اليوم كان عندنا مناقلات ل73 موظف نقلوا من مراكزهم، وهذا الأمر مستكمل إن كان بالعقارية، وحنسمع شيء كتير كبير بالجماري بالإضافة لإدارات تانية. حنسمع شيء كبير شو يعني؟ محاسبة كبيرة ولا فضائح كبيرة؟ فضائح ومحاسبة، أنا بيهمني المحاسبة لحتى نصوب الأمور. في ظل الهدر والفساد الواضحين في المرفأ وفي الجمارك، لا نتوقع في هذا الملف إلا فضائح كبيرة ستشكل تحديا كبيرا لوزير المال. فضائع وفضائح في مستودعات المطار. كلما توغلنا في ملف سلامة الغذاء نتأكد أننا نقيم على جبل من الفساد، هكذا وصف وزير الصحة وائل أبو فاعور ما نعيشه اليوم من ملاحقة الفساد الغذائي والبحث عن السلامة الغذائية التي اتضح أنها متبخرة منذ سنوات خلت. أبو فاعور وبعد تقرير مفصل أعده فريق من وزارة الصحة منذ أسبوع نزل إلى مستودعات التوضيب في مطار بيروت الدولي مع وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ليؤكد ما جاء في التقرير، فإذا بالمشهد على الأرض يوثق ما هو أخطر. وصفة مزبلة وزريبة كانت أقل ما وجد الوزراء من تعبير لوصف المستودعات. هذا لا يمكن أنه يقبل فيه أي بشري، أي إنسان مهما كان، يعني لأنه المشهد اللي شفناه حقيقة بأزز. هذه البرادات واللي شاهدناه هو غرف إعدام أنا سميتها. قسم استلام وتسليم البضائع إلى الطيران غير مستوفي لأدنى شروط النظافة يستلزم الصيانة والتنظيف العاجل، كونه ملجأ للقوارض والحشرات، وهناك مواد غذائية مرمية منتهية الصلاحية منذ العام 1995. هي مش هيك؟ عن برلميد الإيست الدخول، البضائع موضوعة على طبالي خشب ورفوف وتوضيبها غير مطابق غير مستوفي للشروط. هناك بضائع للتلف موضوعة بشكل عشوائي وغير مفصولة عن البضائع الصالحة. البريد المنطقة وصولا لبراد الجمرك هناك روائح كريهة جدا نتيجة استعمالها كبديل عن المراحيض. إذا السمك محطوط مع السمك محطوط مع اللحمة، واللحمة محطوطة مع الدواء، والدواء محطوط مع النفايات، والنفايات مع اللحمة،
أي بلد هذا اللي نحن عايشين فيه؟ حليب ومشتقاته صار له أشهر لبل سنوات متروك. أبو فعور وإذ عرض لما جاء في التقرير تحدث عن مشاهدات الوزيرين على الأرض. أنا عندي صداع من لمن فت، من الريحة أولا، من الريحة الكريهة اللي بشعر حاله الواحد فايت على مزبلي. حتى الشركة التي تؤمن الطعام داخل المطار لم تستوفي الشروط الصحية. الشركة اللبنانية لتموين مطار بيروت الدولي LBACC كمان مكان تحضير الطعام، الأرضية غير نظيفة، يجب العمل على التنظيف الفوري أثناء التحضير. الجبنة بالبراد مكشوفة، موضوع على الرفوف، فوقها كريم ومواد غذائية أخرى، يجب تغطيتها وتخصيص براد لوضعها مفصولة. براد المواد الغذائية حرارته 7.4 درجة مئوية وأخرى 8 درجات مئوية، يجب أن تكون من 0 إلى 4 درجات. الزبدة موضوعة خارج البراد بكيس النفايات. وضع الأرضية والأسقف يلزمها صيانة. سلات المهملات مفتوحة إلى ما هنالك. أبو فعور اتخذ خلال المؤتمر قرارات أبعد من توجيه كتاب أو إنذار. اليوم سأصدر قرار بالحجز على كل الأدوية الموجودة في هذه المستودعات ومنع إدخالها للبنان. سأطلب من الجهات المختصة، ما بعرف صلاحية مين، الحجز على كل المواد الغذائية الموجودة بهذه الأماكن. استصدار قرار إقفال فوري لمستودعات التبريد الكائني في الطابق السفلي في الحرم الجمركي. هذه الإجراءات كثير منيحة. أنا بدي أطلب تحويل المسؤولين عن كل هذا الأمر إلى القضاء. في مسؤوليتهم. هذا اللي نزلنا تحت صورة نسأل مع احترامي لكل الشركات ولكل الناس، هذا يقول مش مسؤوليتي وهي مش مسؤوليتي. مسؤولية مين؟ تشيكيا؟ مسؤولية السويد؟ هي مسؤوليتنا نحن الدولة اللبنانية والشركات العاملة بالمطار. من جهته أكد زعيتر أن الإجراءات ستتخذ فورا وسيتم محاسبة كل المقصرين. ليبرهن المؤتمر اليوم أن هذه المستودعات ما هي إلا جزء صغير جدا من مستودع قرف كبير نعيش فيه نحن اللبنانيون. وفي ملف الفساد الغذائي أيضا أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب منع استهلاك أي منتج لا يتوافق معايير السوق المحلي وشروطه، وأشار في مؤتمر صحفي إلى أنه جرى سحب الإنذارات من بعض المصانع التي استجابت لكل المتطلبات، محذرا أصحاب المصانع الغذائية غير المطابقة من إجراءات صارمة في مطلع العام. وتطرق كذلك إلى ملف الأدوية الزراعية. المصانع الغذائية الغير مطابقة، وأعطينا مهل تنتهي نهاية العام الحالي للتسجيل. بداية العام فرق الوزارة سوف تبدأ بإجراءات رادعة بأول السنة، ولن نتأخر في منع تصدير أي منتج غير مطابق. طلبنا من كافة معامل تصنيع الألبان والأجبان التقيد باستلام الحليب الطازج من المزارعين في المناطق اللبنانية كافة، وذلك في الأيام التي تلي يوم عيد الميلاد مباشرة، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المشددة. لبنان منه مكب لحدا، بالتالي أي بضاعة فيها شك نتمنى على التجار أو المستوردين يعدوا للعشرة قبل محاولة ادخالها لبنان. في عنا صيدلية زراعية بالباع، حولناها عن النيابة العامة، غير مرخصة، عم تبيع مبيدات منطقة دلهمية بزحلة، ونحالت على القضاء. بتأمل من القضاء المختص يعني يتعاطى بإيجابية وجدية بهذا الموضوع. عام 2014 شهد نهاية لأزمة استمرت 3 سنوات. ويومو شركة كهرباء لبنان في هذه الحلقة من سلسلة هيك صار للزميلة رونا حلبي. من داخل شركة كهرباء لبنان في كورنيش النهر علت صرخات المياومين وجبات الإكراء منذ عام 2011 للمطالبة بتثبيتهم في ملاك المؤسسة. احنا بدنا اياه، واللي قادر يقف بوجنا يجي. عام 2014 سجل عشرات الاعتصامات مع ما يرافقها من إقفال طرقات وحرق إطارات أمام مراكز الشركة في بيروت والمناطق، لكن الشهر الأخير بشر خيراً. 62 عاملاً مياوماً تابعاً لشركة كيفي آ صرفوا في مطلع العام.
فكان الصرف وقوداً لاعتصامات اشتعلت في بداية السنة. توالت من بعدها الاعتصامات المطالبة بالتثبيت، وعلت وتيرة التحركات في أواخر آذار. الدولة اللي ما تدير إلا حقنا من تجار الأموال الحكومة، من تجار البشر. نحن هالأزمة ما رح تنحل إلا بتثبيتنا بملاك مؤسسة كهرباء لبنان. في الأول من نيسان نقل المياومون اعتصامهم إلى رياض الصلاح حيث مركز القرار. ومن يوم لآخر تحول الغضب إلى احتفال بعدما أقر مجلس النواب مشروع تثبيت الناجحين في مباراة محصورة في ملاك المؤسسة. ثلاثة أشهر انقضت اتضح فيها أن الشواغر في مؤسسة كهرباء لبنان هي 897 عاملاً، فيما يتجاوز عدد المياومين 1200. بالتزامن بدأ عدد من شركات مقدمي الخدمات التخلف عن دفع رواتب المياومين أو التأخير فيها، فما كان من المياومين إلا أن عاودوا الاعتصام أمام مباني الشركات وفي حرم المؤسسة إلى أن أقفلوها تماماً. نحن مهجرين داخل المؤسسة تبعنا. تواصلت التحركات خصوصاً أمام شركات مقدمي الخدمات للمطالبة بدفع المستحقات مع إبقاء أبواب المؤسسة مقفلة، وفي بعض الأحيان انضم وزير العمل إلى المعتصمين. ما بيجوز العمال ما يكون حق وصلهم. هو طبعاً اتفاق سياسي طائفي أتى بالأجواء الإيجابية في الشهر الأخير من السنة. المبادرة ومسعى مشكور من وليد بيت جمرات، وبمباركة ودعم الرئيسين بري وعون، تم الاتفاق على مشروع حل. تعلن اللجنة رفع اعتصامها العمالي والحضاري الصرف. هكذا رفع المياومون اعتصامهم، لكن الاتفاق ما زال مبهم المعالم، فالرقم 897 لم يتغير، والمياومون ثابتون على المطالبة بتثبيتهم جميعاً. ما الوعود التي تلقاها المياومون حتى علقوا تحركهم؟ وماذا في شأن من سينجح في المباراة ولا مكان شاغر له؟ حيصير أنه المياومين حيفوتوا على دفعات. أول شيء المذكرة اللي تفضل فيها سعادة المدير العام 897، والباقي المياومين والجبات بدهم يفوتوا على مراحل، وهيدا هو اللي علقنا على أساسه اعتصامنا وإضرابنا على أمل أنه ما ينظلم أي واحد. لأن سلامتكم بتهمنا، قوى الأمن الداخلي تطلق إعلاناً ترويجياً بخصوص سلامة المرور. على اليمين عمول معروف. فتحنا الإزاز ورا عمول معروف. عرفت ليه وقفناك على اليمين؟ طلعوا لهونيك لأنه سلامتكم بتهمنا، حاطين السيت بيلت والبيبي بالكرسي. نعيد عليكم. أهلا بكم من جديد. أسرة المصور المخطوف في سوريا سمير كساب تناشد البطريرك الراعي التدخل لكشف مصير ابنها. وسط مشاعر الخوف والأمل، لا زالت عائلة المصور المخطوف في سوريا سمير كساب تترقب عودته سالما إليها وإلى أحبائه ووطنه، وأن تكون هديتها في العيد خبرا يمدها بصبر الانتظار في ظل تلقيها معلومات أنه حي يرزق. هذه المعلومات أكدها وفد من العائلة زار الصرح البطريركي في بكركي، والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وناشده التدخل لإنهاء ملف ابنها المخطوف نهاية سعيدة.
في معلومات شبه أكيدة من خلال شهر أنه لا يزال على قيد الحياة. مع أي جهة؟ مع جهة الخطف، يقال أنه مع داعش. من هون نحن جينا على المرجع الصالح حتى يعمل اتصال بالمرجع الصالح اللي هو قطر، وأمير قطر منكن له التحية والاحترام، يساعد هالعائلة وهالبلد المفجوع على غياب الحرية الصحفية الممثلة بسمير كساب. وأكدت العائلة مواصلة تحركها على أكثر من صعيد لضمان سلامة سمير وعودته إلى رحاب الحرية ومواصلة رسالته الإعلامية. جمعية الناصر تكرم اللواء عباس إبراهيم. في سياق الاطلاع على مراكز الأمن العام في البقاع، كرم رئيس جمعية آل ناصر في لبنان والمهجر مصطفى ناصر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بحضور فعاليات المنطقة. اللواء عباس إبراهيم تطرق إلى ملف العسكريين المخطوفين، مؤكدا أن الملف وطني بامتياز وغير خاضع لمعايير مناطقية ومذهبية. هذا ملف وطني بامتياز، مش خاضع لمعايير لا مناطقية ولا طائفية ولا مذهبية. هيدا ملف وطني ويجب كل الوطن يشتغل له، مش بس نحن. بدناش نحكي بالمفاوضات. مكتوب عجبين الوطن، كل الوطن أهل السعادة والمعالي كبار، بعلبك مواسم عز طلوا ضيوفها، يا ميت هلا قومي افرحي يا دار. وكانت كلمات أكدت أهمية اللقاء كأبناء أسرة واحدة مسلمين ومسيحيين، وهي غنى للمدينة والمنطقة. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. الأوضاع العامة عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع النائب الممدد محمد الصفدي الذي زاره في عين التيني، ثم مع رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين. وأثار بري مع السفير الأمريكي ديفيد هيل ملف النفط والغاز والحدود البحرية والاعتداءات الإسرائيلية على بحرنا والمنطقة الاقتصادية الخاصة. أود أن أنتهز الفرصة لأكرر أن الولايات المتحدة ملتزمة دعم الجهود اللبنانية لكي يتحول إلى بلد مصدر للنفط والغاز. موقفنا كان دائما أن نستمع ونطلع من المسؤولين الرسميين اللبنانيين وكيف يأملون أن يتقدموا في قضيتهم، وأن تفعل الولايات المتحدة سعيها من أجل المساعدة، ويعود للبنانيين القرار في التصرف ومتابعة العمل لاستثمار ثروته النفطية والغاز. وقد كنا دائما على استعداد للعمل مع السلطات اللبنانية لنساعد في إيجاد حلول لكل تلك القضايا أيضا، وقد قدمنا في الواقع أفكارا لكل من إسرائيل ولبنان. عرض رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان الأوضاع الدولية والعربية وأهمية مواكبة الولايات المتحدة الأمريكية للحوار الشرق أوسطي واللبناني ودعم المؤسسة العسكرية مع كل من السفير الأمريكي ديفيد هيل والسفير القطري علي بن حمد المري. واستقبل سليمان النائبين الممددين هادح بايش وغازي العريضي، والتقى رئيس الكتلة الشعبية الوزير والنائب السابق الياس سكاف في حضور الوزير السابق خليل الهراوي في إطار جولتهما على المسؤولين لوقف إنشاء معمل للإسمنت والترابة في زحلة. زيارتنا اليوم لفخامة رئيس هو ضمن سلسلة زيارات رح نقوم فيها لإنقاذ منطقتنا الحبيب زحلة وجوارها من هالمشروع اللي ممكن يطلع. نحن بدنا نحط كل تقلنا حتى نوقف هالمشروع ونلغي الترخيص اللي نعطي. ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأوضاع مخيمات اللاجئين في لبنان عرضهما سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب. يجب أن نكون إلى جانب فلسطين، وخاصة بعد أن بدأنا نلمس تغير كبير في مواقف كثير من الدول، وهنا لابد من أن نشيد بالخطوات التي تتم في بعض الدول الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي، في عبر بعض البرلمانات، عبر بعض الحكومات التي بدأت تتحرر إلى حد كبير من الضغط الصهيوني عليها في موضوع فلسطين.
استقبل قائد الجيش العماد جون قاوجي في مكتبه في اليرزي سفير لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية أنطوان شديد، كما استقبل السيدة مريم سكاف على رأس وفد حيث قدمت مبلغا ماليا لصالح أبناء شهداء الجيش. ثم استقبل الفنان راغب علامة والسيدة ليا العقوري على رأس وفد من مؤسسة المقدم الشهيد صبح العقوري. ووقع قائد الجيش العماد جون قاوجي الاتفاقية اللبنانية الفرنسية المفصلة لتسليح الجيش اللبناني من ضمن الهبة المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية. قامت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في الشرطة القضائية بدهم منزل المدعو زين زين المشتبه في ترويجه وتعاطيه المخدرات في محلة فنار الزعيترية، وضبطت كمية كبيرة من مادة الكوكايين وحبوب الكبتاجون والماريجوانا وحشيشة الكيف وغيرها، وعثر في المنزل على موازين وأدوات تستخدم في توضيب المخدرات. عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة اللبناني الموقوف يا قاف، وطلبت من الذين وقعوا ضحية أعماله من نصب واحتيال وسرقة الحضور إلى مفرزة الجديدة القضائية في مجمع الجديدة. دهمت استخبارات الجيش اللبناني مجمعا يقطن به نازحون سوريون في منطقة الحسبة عند مدخل صيدا الجنوبي، وأوقفت شخصين للاشتباه فيهما. وكانت قوة من استخبارات الجيش قد نفذت عملية دهم صباحا لمبنى النداف في ساحة النداف في الفيلات الذي يقطن به نازحون سوريون أيضا، وتولى الجيش التفتيش والتدقيق في وثائق الإقامة العائدة إلى النازحين وهواتفهم الخلوية، وقد جرى توقيف بعض الأشخاص لاستجوابهم. في الأراضي المحتلة تصدى عشرات المحتجين الفلسطينيين الذين كان بعضهم يرتدي زي بابا نويل اليوم مع قوات الأمن الإسرائيلية في بيت لحم قبل يوم من بدء الاحتفالات بعيد الميلاد. وأفاد بيان للجنة تنسيق النضال الشعبي أن المتظاهرين تجمعوا عند مركز تفتيش بيت لحم تنديدا بالاحتلال الذي يسيطر على حياتهم ويحاصرهم بجدار الفصل العنصري ويفصلهم عن جيرانهم وعن المزارات الدينية في القدس. وقد منع أمن الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من التوجه إلى داخل المدينة وعمل لتفريقهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع. فوجئ رئيس مجلس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل في أثناء إلقائه كلمة على مجموعة من المتظاهرين بإلقائهن البطاطا المقلية والمايونيز تجاهه، وأقدمت أربع متظاهرات على هذه الخطوة تنديدا بالمشاريع التقشفية التي تنوي الحكومة اتخاذها في المستقبل القريب. وعلى الرغم من الحادث والإذلال العام لرئيس مجلس الوزراء لم يتوقف ميشيل عن الابتسام طوال فترة الاعتداء عليه، بل أكمل كلمته بعد أن قبض رجال الأمن على المتظاهرات بالقول اعتذروا عن رائحة المايونيز. وأعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء لاحقا أنه لن تكون هناك عقوبات على الهجوم الذي تعرض له ميشيل وسيطلق سراح المتظاهرات. وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. حوار الأزرق والأصفر برعاية الأخضر، وما خفي في مطار بيروت أعظم. السمك محطوط مع اللحمة، واللحمة محطوطة مع الدواء، والدواء محطوط مع النفايات، والنفايات مع اللحمة. أي بلد هذا اللي نحن عايشين فيه؟ كبسة على المرفأ والجمارك. حنسمع شيء كتير كبير بالجمارك بالإضافة لإدارات تانية. هيك صار مع المياومين. نحن هالأزمة ما رح تنحل إلا بتثبيتنا بملاك مؤسسة كهرباء لبنان. ممنوع دخول بيت لحم. بقى يا جيش الإرهاب. وفي النشرة قوى الأمن توقف بابا نويل. كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة. الملتقى يتجدد في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. ف...
فدمتم بأمان الله.